وتعقد كتائب القسام مؤتمرا صحفيا حول التطورات الأخيرة هناك. شاء الله أن يبتلي البشرية بالصهيونية المجرمة الماكرة الخبيثة، فهم يرمون البشرية كل يوم بشر جديد، وما من نار حرب تؤجج على ظهر الأرض تصطلي منها الشعوب إلا ولليهود فيها دس ومكر. إنهم أخدع جند الشيطان وأولياء إبليس، فبعد هذه الحرب الغادرة والمحرقة الثالثة التي شنها العدو الصهيوني النازي الغاصب ضد أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وبعد معركة الفرقان البطولية التي خاضتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية على أرض غزة الطاهرة والتي كانت ولا تزال وستبقى شوكة مسمومة في حلق الكيان الغاصب إلى الأبد، وبعد هذا الصمود الأسطوري البطولي والمقاومة الباسلة المستميتة التي ربما نجزم أنها لم يشهد لها التاريخ مثيلا، فقد حشد الكيان الصهيوني كل قوته الجوية والبرية والبحرية، وبعد حصار مطبق طويل وبالترافق مع حرب نفسية وإعلامية ضخمة ضد الشعب الفلسطيني، وأقدم على ارتكاب المجازر المروعة التي تفوق في بشاعتها كل تصور، ومع كل هذا الإجرام الممنهج والإرهاب المجنون الذي قاده مجموعة من القتلة من عصابات الصهاينة الذين يمثلون امتدادا طبيعيا لعصابات الهاغانا والأرغون التي نفذت مجزرة دير ياسين مع بداية إعلان قيام الكيان الغاصب. لقد أعد العدو لهذه الحرب طويلا ولعدة شهور سابقة، ومن يبرر للعدو حربه ويسوق أكاذيبه بأنها جاءت ردا على المقاومة فهو شريك في العدوان ومتواطئ مع هذه الحرب. إنما حشده الصهاينة ضد المقاومة الباسلة في غزة يكفي لاحتلال عشرات الدول وضد أبناء شعبنا يكفي لاحتلال عشرات الدول، لكننا ما أعطينا الدنية في ديننا وفي وطننا وقضيتنا، وصمدنا وثبتنا وصمد معنا شعبنا المجاهد في معركة الفرقان. فتحية لشعبنا الأبي المعطاء الذي يرفض الانكسار، لذلك يستهدفه الصهاينة الأشرار. تحية لهذا الشعب المرابط المجاهد الذي قدم كل شيء من أجل الدفاع عن الأمة ومن أجل رفع لوائها. تحية لشعب الشهداء ولأهل غزة الأوفياء الذين احتضنوا المقاومة وفدوها بدمائهم الزكية وأشلائهم الطاهرة، وأبوا إلا المقاومة ورفضوا كل دعوات المساومة. إنها غزة رمز الكرامة وعنوان العزة. لقد نفذ الصهاينة باعترافهم 2500 غارة جوية، واستخدموا كل قواتهم الغاشمة ضد هذا القطاع الصغير في المساحة والمحاصر من كل مكان، وأعلنوا أنهم استنفذوا 50% من ذخيرة سلاح الجو، ولكنهم وجدوا من أسيادهم ومعلميهم من الأمريكان قتلة الأطفال العراق وأفغانستان وأمدوهم بالسلاح أثناء الحرب. وأعلن أحد مجرمي الحرب بأنها أضخم عملية في تاريخ جيش الاحتلال. وفي المقابل فإننا لم نستخدم في صد هذه الحرب أسلحة العرب المكدسة في مخازنهم، ولم نستخدم طائرات أو دبابات، بل استخدمنا أسلحة صنعناها بأيدينا وجبلناها بدماء شهدائنا عبر مسيرتنا المباركة في الجهاد والمقاومة. ونحن نؤكد أن عشر هذه الحرب لو تعرض لها الكيان الصهيوني لهرب كل جمهورهم إلى الحدود والمعابر والمطارات لمغادرة البلاد وإلى الأبد. ونريد هنا أن نقف على مجريات ونتائج هذه الحرب الغاشمة ضد شعبنا. وفي المقابل معركة الفرقان التي خضناها ضد هؤلاء النازيون الجدد، ونذكر ذلك في خمسة محاور. أولا، على صعيد شهدائنا الأبرار،
تعلمون أن عدد الشهداء في هذه الحرب قد بلغ أكثر من 1300 شهيد، غالبيتهم من المدنيين، وأكثر هؤلاء المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ. ولنقف أكثر أمام حجم الجريمة، وليدرك كل العالم بأن هذه الحرب لم تكن سوى عمليات قتل جماعي وإرهاب عصابات تحمل عقيدة تلمودية إجرامية حاقدة. فإننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا استشهاد 48 مجاهدا من أبطال كتائب الشهيد عز الدين القسام. نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا استشهاد 48 مجاهدا من أبطال كتائب الشهيد عز الدين القسام في المعارك البطولية الرائعة وغير المتكافئة التي خاضها أبطالنا ضد الجيش الهمجي الهزيل الذي حاول التغطية على فشله وهزيمته بارتكاب مجازر ضد المدنيين الأبرياء والعزل وبقصف من الجو بطائرات لا تستخدم إلا في الحروب بين الدول العظمى. ثانيا، القتلى في صفوف قوات العدو الصهيوني. إننا ومن خلال المعارك التي عاد مجاهدونا منها وأكدوا قتل الجنود الصهاينة فقد رصدنا وبكل دقة عمليات قتل 49 جندي صهيوني بشكل مباشر وجرح المئات، ناهيك عن العمليات التي لم يتم فيها مشاهدة القتلى بشكل مباشر مثل عمليات قصف أماكن تجمع الجنود الصهاينة وعمليات قصفهم بالقذائف واستهداف الدبابات وقنص الجنود وغير ذلك. وبالتالي فإن تقديراتنا بأن عدد قتل العدو من الجنود لا يقل عن 80 جنديا في أرض المعركة، إضافة إلى وقوع عدد من القتلى ومئات الإصابات في المدن المحتلة والمغتصبات الصهيونية التي عاشت حالة من الطوارئ والاختباء والشلل التام. ونحن نتحدى الجيش الصهيوني أن يعلن عن خسائره الحقيقية في هذه المعركة، وكل العالم سمع وشاهد كيف يشدد العدو الرقابة العسكرية ولا يصدر أي شيء سوى ما يرغب أن يخرجه هو للتضليل والحفاظ على المعنويات المنهارة لجنوده الجبناء، والذين يخوضون حربا لا أخلاقية وبدون هدف أو عقيدة، بل هم ألعوبة بأيدي السياسيين الفاسدين لأهداف حزبية وانتخابية وسياسية. نحن سنترك للعدو أن يبلغ أهالي القتلى من جنوده وعملائه لينعى إليهم قتلاه، فهو يعرف جيدا كم هي خسائره. وكان من بين مسرحيات الرقابة العسكرية المعتادة تسجيل الكثير من الجنود القتلى كحوادث سير، وكل من يراقب الإعلام الصهيوني يستطيع أن يكتشف ذلك بسهولة. كما تكتم العدو ولا يزال على المواقع الحساسة التي قصفناها كرد على هذه الحرب المجرمة والتي تقصف لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني. المحور الثالث، الحصاد الجهادي لكتائب القسام. بالرغم من ضراوة القصف الصهيوني العشوائي والهمجي واستهداف كل ما يتحرك على الأرض واستخدام القنابل الحارقة والفسفورية والقصف المدفعي المتواصل للمناطق التي يحاول العدو الدخول إليها وإلقاء مئات الصواريخ على الأرض قبل دخول الدبابات إليها، فإننا نعلن أن كتائب القسام قد نفذت خلال 23 يوما المهام الجهادية التالية. تمكنت كتائب القسام من إطلاق 980 صاروخا وقذيفة خلال الرد على الحرب، منها 345 صاروخ قسام و213 صاروخ جراد و422 قذيفة هاون. تم التصدي للدبابات والآليات الصهيونية التي توغلت ب98 قذيفة وصاروخا مضادا للآليات، وتم استخدام بعض الصواريخ المضادة للدروع لأول مرة في قطاع غزة. كما فجرت كتائب القسام 79 عبوة ناسفة في الجنود الصهاينة والآليات المتوغلة